نظم متحف القوات الجوية احتفالية لذوي الهمم، ويأتي ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة تحت شعار مفيش مستحيل. هي لحظات تعجز الكلمات عن وصفها، فهذه الأيادي التي تعزف المقطوعات الموسيقية لفتيات من أصحاب الهمم فقدن أبصارهن لكنهم لم يفقدن قدرتهن على رسم البهجة على وجوه الحاضرين لهذه الاحتفالية التي نظمها متحف القوات الجوية للاحتفال باليوم العالمي لأصحاب الهمم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة تحت شعار مفيش مستحيل، الذي ترجمه المشاركون من أصحاب الهمم في العروض الفنية المختلفة التي أخرجت هذه المواهب للنور. والاحتفال ده كان مخصوص تكريما لأصحاب الهمم، إن ندخل في حرم الطائرات ليعلموا أن القوات المسلحة المصرية لهم البيت والدرع والسيف، وليشعروا بأنهم في قلب الوطن يمتلكون قوته وحمايته، وليعلموا أيضا أن قواتهم الجوية ترحب بهم في أي وقت. احنا شايفين أنشطة حية بيشارك فيها أشخاص كانوا محرومين من الحق في المشاركة ومن الحق في الاندماج في المجتمع، فاحنا النهاردة العنوان الكبير اللي احنا بنحطه هو الحق في أن أكون مواطن زي أي مواطن آخر أشارك في المجتمع. معرض الطائرات الحربية بالمتحف كان حاضنا وكاشفا لعدد كبير من النماذج الإبداعية المختلفة من ذوي الهمم من خلال هذا المعرض الذي قدم منتجات يدوية صنعت بأيديهم، بالإضافة لعرض مواهبهم المختلفة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بدعم أصحاب الهمم، وسط فرحة كبيرة لأهاليهم الذين تواجدوا في الاحتفالية. الفكرة السنة دي إن يبقى الولاد قاعدين في النص وحواليهم الطيران، حواليهم كل التاريخ، حواليهم كل الحب، فأنت شايف الولاد شكلهم إيه؟ يعني حاجة تفرح. عندنا أنشطة كتير هنا كل الجمعيات الأهلية اللي بيقدموا ورش فنية سواء في الرسم أو في النحاس أو في الخشب أو في كل الأعمال اليدوية الخاصة بيهم. انا اللي بعمل سجاد يدوي، واصحابي طبعا شغالين طبعا بامبو، وطبعا في سجاد هيري وفي سجاد خط بخط. الحفله حلوه وعملنا اغنيه وليله كبيره ومثل الحمص نعملها النهارده. حب الحياتي والسر في ساعتي، مهما الطريق بيطول ويلف لفاته. الله يبارك له، طلع عيالنا للنور وشهر عيالنا، والله ما كانت كل الاولاد دي ما حدش بيشوفها ولا حد حاسس بيها. هو الله يبارك له، والله السيد الرئيس ما كناش متوقعين الحلاوه دي كلها، وربنا يبارك في القوات الجويه والقوات المسلحه، وجيش مصر قوي جدا وحلو، وفخورين بجيشنا وفخورين ان احنا منتمين لمصر. احتفال هام يحرص متحف القوات الجوية على تنظيمه في ديسمبر من كل عام بمشاركة نسور وأبطال القوات الجوية وعدد من شركاء النجاح وأهالي ذوي الهمم، تزامنا مع احتفال العالم بهذا اليوم العالمي الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 1992 للتوعية بحقوق ذوي الهمم، ليتمتع أصحاب الهمم كل عام باهتمام الرئيس السيسي بأحلامهم وتحقيقها. احتفال متحف القوات الجوية باليوم العالمي لأصحاب الهمم له طابع خاص لدى ذوي الهمم لارتباطهم وحبهم لمقتنيات هذا المتحف الذي يحقق لهم حالة من السعادة والبهجة بسبب تمكينهم من المشاركة في الأنشطة المجتمعية المختلفة وتوفير كل سبل الدعم لهم، خاصة في ظل الجمهورية الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري.